طيب خليني اطمن حضراتكم بقى على الفريق، لان احنا الفتره اللي جايه عندنا ايه؟ مباراه بيراميدز. مباراه بيراميدز امتى؟ يوم الخميس اللي جاي باذن الله الساعه 7:30 مساء. مباراه غايه في القوه وفي الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي. انت محليا ماشي بشكل ممتاز، 12 فوز من 12 مباراه. عندك موضوع بيراميدز متعطل فيه شويه، انت يعني بقالك 3 ماتشات تحديدا ما بتكسبش بيراميدز، وقبليهم ماتش كان تحت مسمى الاسيوطي خسرت برده في كاس مصر، ماتشين دوري وماتشين كاس مصر. فلازم ان انت بقى يعني تقدر من غير ضغوط ولا حاجه، بس منطقيا باذن الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يكسب هذه المباراه ويتخطى عقبه بيراميدز، الفريق المحترم والمميز اللي بيضم عدد من اللاعبين الممتازين والامكانيات الرائعه اكيد في نادي بيراميدز. النادي الاهلي ابتدى استعداداته اليوم من خلال استئناف تدريباته بعد الاجازه لمده 24 ساعه بالامس بعد العوده من رحله الهلال السوداني والسودان، واللي نجح فيها النادي الاهلي بالتاهل لدور ربع النهائي. تدريبات النهارده كانت مهمه جدا في بدايه الاستعداد لمباراه يوم الخميس، والتدريبات اكيد هتستمر طبعا على مدار الايام القادمه حتى موعد المباراه. مستر فايلر بيبدا دراسه بيراميدز بالفيديو، وطبعا يعني في اطار حرص المدير الفني على دراسه كل فريق بيواجهه النادي الاهلي من نقاط القوه ونقاط الضعف وكيفيه التعامل مع هذا الفريق. بالتحديد فريق بيراميدز، يعني النادي الاهلي اكيد هيتابع اخر مباريات لهذا الفريق سواء في الدوري المحلي طنطا وانبي والمقصه واف سي مصر، بالاضافه الى مباريتين في الكونفدراليه. بالنسبه لفريق بيراميدز اكيد هيتم متابعه هذه اللقطات لهذا الفريق وكيفيه التعامل معه باذن الله ينجح النادي الاهلي والجهاز الفني في الفوز في هذه المباراه عشان تبقى خطوه جديده في بطوله الدوري العام. برنامج بدني لتجهيز لاعبي الاهلي لمواجهه بيراميدز، و يعني اكيد بعد العوده وبعد الراحه بيبقى في برنامج بدني مختلف بالنسبه للاعبين في اطار الاستعداد للمباراه ولتجهيز اللاعبين بشكل بدني جيد ولائق قبل مباراه مهمه زي دي. وطبعا البرنامج عباره عن ايه؟ يعني اللعيبه اللي شاركت في المباراه الاخيره بشكل اساسي بيبقى اليوم تدريبات استشفائيه، في المقابل اللعيبه اللي ما شاركتش بيبقى اليوم تدريبات بدنيه قويه، وبكره يندمج الجميع في تدريبات جماعيه بشكل طبيعي. مستر فايلر كمان قبل النهارده المران اجتمع مع اللاعبين في ارضيه الملعب، والواضح كده انا بصراحه رحت وحضرت التدريب شويه، الواضح ان هو كان بيديهم بعض التعليمات الفنيه، لان يعني كان ليه بعض التحركات كده في خلال الاجتماع ده اللي كان داخل وفي منتصف ملعب مختار التتش، فأكيد اتكلم في بعض الجوانب الفنية. الاجتماع تقريبا قعد حوالي 20 دقيقة تقريبا أو أكثر قليلا، وده أمر معتاد ومهم. يعني فايلر كمان النهاردة كان عنده جلسة مع إكرامي برضو داخل الملعب، مش عارف الكلام طبعا بخصوص إيه، لكن كانت جلسة مطولة شوية أعتقد أنها يعني استمرت لمدة 10 دقايق، الله أعلم في اللي دار ما بينهم. لكن دايما في تواصل بالمناسبة ما بين إكرامي والمدير الفني، العلاقة ما بينهم جيدة جدا عشان يعني موضوع اللغة، إكرامي بيجيد اللغة الإنجليزية فبيقدر يتواصل مع مستر فايلر. خلينا أقول لحضراتكم كمان من ضمن الأخبار، مستر فايلر بيطمن على جاهزية رمضان صبحي، وإحنا عايزين نأكد لحضراتكم إن رمضان صبحي خارج حسابات النادي الأهلي في مباراة بيراميدز، وده اللي أكده الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول بالنادي الاهلي، ان رمضان لسه مش جاهز بنسبه 100% عشان يلحق بمباراه بيراميدز. كمان قال ان هو محتاج مزيد من الوقت، ده الكلام على لسان طبعا الطبيب خالد محمود، وان الاشعه التي اجراها رمضان مؤخرا اثبتت التئام المزق بشكل جيد، لكن اللاعب ما زال في حاجه الى مزيد من الوقت لاعلان جاهزيته. مش مستعجلين بصراحه، واحده واحده كده، الاهم انه يرجع يبقى سليم ان شاء الله، الاصابه ما تتكررش ولا حاجه، لان بصراحه الشهر ده كله مليان ماتشات صعبه جدا، ماتشات مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، محتاجين طبعا رمضان فيها بكل تاكيد، ومحتاجين فيها كل اللاعبين، فبالتالي التسرع مش هيكون مفيد بالنسبه للاعب وبالنسبه لفريق النادي الاهلي، فاعتقد ان هو قرار موفق جدا من قبل الجهاز الطبي والفني بالنسبه للنادي الاهلي. اكمل لحضراتكم بعض الاخبار المهمه والخاصه بفريق النادي الاهلي النهارده، و بخصوص بعض الاصابات في الفريق. يعني مثلا النهارده كان في فحص طبي لفتحي وياسر ابراهيم قبل مران اليوم، احنا عارفين ان احمد فتحي كان عنده كدمه في الكاحل، والكدمه دي بعدته عن مباراه الهلال السوداني، وكانت جات له مع نهايه المران الاخير قبل المباراه، فحالته في تحسن مستمر ده فتحي، لكن لسه موعد عودته للمشاركه في التدريبات الجماعيه ما تحددش. ياسر ابراهيم النهارده بالمناسبه شارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا،
وكان عنده جرح في الرأس كده بعد تدخل في مباراة الهلال، لكن الأمور بالنسبة له جيدة وشارك في التدريبات بشكل طبيعي. النهاردة ما جاش جونيور أجي لتدريبات النادي الأهلي، ده بسبب إيه؟ بسبب إن هو عنده نزلة برد قوية، فبالتالي خد إذن بعدم المشاركة في تدريبات اليوم، وإن شاء الله ممكن يكون من بكرة أو بعده بالكتير متواجد في مران النادي الأهلي استعدادا لمباراة بيراميدز بإذن الله تعالى.